عام وانتم بخير. قال لنا احنا في يوم مختلف في برنامج مع تساهيل، قال لنا احنا جيتنا مختلفه، حياتنا مختلفه، اي حاجه فينا مختلفه. قال لنا يوم خاص عن عيد الام، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا امهاتنا، وعلى راسهم امي الله يطول عمرها ويديها الصحه والعافيه، الحاجه فاطمه الطيب، وخالتي آسيا الطيب، وكل خالاتي وأمهاتي اللي سهروا على تعبنا وسهروا على حياتنا وربونا، وربنا يخليهم لنا. حقيقة إن إحنا الليلة في يوم مختلف وبرنامج مختلف. الليلة نحن في دار المسنين بسجانة، حقيقة إن الليلة نحن في زيارة خاصة جدا جدا لأمهاتنا هنا، برضو دارين برضو الميديا دينا لهم، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وكلكم أماتنا، ربنا يخليكم لنا إن شاء الله ويحفظكم. ونحن أي أم في السودان اللي نحن بنرسل لها عبر تساهيل وعبر برنامج مع تساهيل هدية خاصة، نقول لها كل سنة وانتم طيبة، وربنا إن شاء الله يخليكم لنا ويدوكم العافية ويخليكم لنا. واللي ما عنده كبير ما عنده زي ما بيقولوا ظهر يعني، ويدو إن شاء الله الليلة. نحن بأسرة شركة تساهيل كلنا الليلة مع بعض عاوزين نمد يدنا صادقة لكم، نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يعني تزور المصطفى، وإن شاء الله ربنا سبحانه يعني يجعل كل أيامكم جميلة وطيبة. ونحن الليلة في يوم حقيقة مختلف تعجز فيه الكلمات عن وصف الأم، وصف محنة لينا وحياة لينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم من أمك ثلاث مرات، يعني الكثير بهذا الحديث الشريف، إنه فعلا الأم فعلا يعني توكيد لفظي إنها هي كل حاجة في حياتنا. ربنا يخليكم لينا ويحفظكم. وحقيقة أنا معاي برضو أم الحسن هنا، بقول لها كل سنة وانت طيبة يا أم الحسن. كل سنة وانت طيبة، الله يديك العافية. وبرضو بيجاي أمي برضو ماريا، كل سنة وانت طيبة، علي صوتك عشان الناس تسمعك. كل سنة وانت طيب، ربنا يديك العافية والصحة إن شاء الله. وبرضو في ناس برضو معانا هنا أمهات عزيزات علينا كلهم، أقول لهم كل سنة وانت طيبين. ونحن اللي جايينكم من شركة تساهيل، الليلة جانبنا جانب مختلف، جانب الليلة نحن المسؤولية المجتمعية تجاه الشركة، تجاه مجتمعها وتجاه حياتها. حقيقة اللي ما فيه خير لأسرته وما فيه خير للناس ما فيه خير لزول. أنا بدار كل الشركات تحزو حزو المسؤولية المجتمعية، إنه المجتمع ده يا جماعة ما بيبقى، الناس لو ما اتحدت وكاتفت وبقى الناس يد واحدة يعني الناس ما بتحس بحلاوة النجاح. نحن حقيقة يعني الليلة البرنامج ده عملناه عشان الناس تقلدنا، نحن عاوزين يا جماعة التقليد في الحاجة زي دي. يعني أجمل حاجة أنك تقلد في الحاجة الكويسة، قلد الناس في الحاجة الكويسة. نحن ده الليلة كل الناس تقلدنا وتعمل زي ما نحن عملنا الليلة، جينا هنا الليلة ما شاء الله لدار المسنات في سجانة، وقدمنا هدايا بسيطة لا تسوى حاجة، قصات أمات وقصات فرحة لكل الناس. حقيقة مقصرين، حقيقة والله قدر ما نعمل في تقصير مننا، قدر ما نعمل في تقصير. أنا بدعو كل الشباب وكل الناس وكل الشركات وكل المؤسسات تهتم بالجانب الاجتماعي المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، وربنا يعيننا إن شاء الله نقدر نقدم أي حاجة لبلدنا ونقدم أي حاجة للناس. وأنا ما أتكلم كثير، دار فرحهم هذه الليلة، وأقول لكم يا أم الحسن أنا الليلة خالد مكزوب جايكم، ما تسهل جايكم خالد مكزوب الإنسان. الله يسلمك ويديك لي طول العمر الدنيا يوم يألمك. بترحم على كل الأمهات اللي يعني توفوا الله يرحمه في اليوم، برضو بنرسل لهم من هنا كل الدعوات الصادقات بأن يجعل مسواهم الجنة، وعلى راسهم يعني والدة أخونا أحمد جعفر ماما عاشة، اللي السودان كله بيعرف ماما عاشة، إن شاء الله يجعل مسواها الجنة. وبرضو بترحم على كل الأمهات اللي فارقوا الحياة، وبتمنى إنه كل أولادهم وبناتهم يدعو لهم بالرحمة في كل صلاة في كل وقت. من هنا أنا برضو والله لا يفوتني إلا برضو يعني أحيي تجاني حاج موسى، الأغنية التي ظلت في كل الوجدان أمي الله يسلمك، وبرضو أستاذنا الكبير كمال ترباس الذي تغنى بإحساس مرهف في الأم
وأدعو كل الناس إنهم يعني مش يتغنوا لأمهاتهم فقط بل الطاعة وسمعان الكلام، ويعني شيلوها في عيونكم أمهاتكم، ولهم حاجة عظيمة عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل تحت أقدامها الجنة، فربنا سبحانه وتعالى يعني كلنا نقدر نقدم حاجة لأمهاتنا. والعفو والرضا والله سبب النجاح في الحياة، عفو أمك وأبوك سبب الرضا، هو سبب نجاحك في الحياة. وأنا بدعو كل الناس اللي عاوز الخير كل الخير يردوا أمه، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلنا يعني من الذين رضى عليهم يعني أمه وأبوه. بنبعث كل الأمنيات الطيبات لوالدة الرئيس الحاجة هدية، نقول لها كل سنة وانت طيبة، وربنا يخليك لنا ويحفظك إن شاء الله يا أم كل الأمهات، ربنا يخليك لنا. وبرضو الشيخة فاطمة وكل الأمهات العظام اللي صنعوا تاريخ في السودان، ونتمنى كل الخير لكل الناس. أنا الليلة جيت مع بابا لدار المسنين عشان أسلم على أمهاتنا وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ولي ماما وحبوبتي وكل الناس. في البداية بنرحب بالضيوف كلهم، وبنرحب بشركة التسهيل بشكل خاص لأنهم يكبدوا المشاق وجو قعدوا معانا هنا، ونزل ربنا يجزيهم خير يعني لتواصلهم معانا، وبندعوهم من احنا من أسرة دار المسنين من هنا، بندعوهم يدعو الشركات كلها والأفراد عشان يجوا يقيفوا على الحال بنفسهم يطمنوا على أمهاتهم. وهي مشكلة مجتمع بأكمله يعني لازم الناس كلهم يتضافروا ويحلوها. في الأول والأخير الشكر لله سبحانه وتعالى، ومن بعده لشركة التسهيل، ونزل الله إنه ما نزل نزل ربنا إنه ما ينقطعوا. أنا من هنا بقول لزوجتي أماني عوض خالد كل سنة وانت طيبة يا أمنا كلنا ويا أم أولادي، ربنا يخليك لنا وطول عمرك بيديك العافية. وبرضو والدتها الحاجة زينب ربنا يخليك لنا يا أم الفقرة وطول عمرك، وما تنسين من صالح الدعاء. حقيقة يعني أنا حاسين البرنامج ده أجمل الليلة برنامج في حياتي، لأنه أنا وصلت دار المسنين لقيت كل الود كل الاحترام كل التقدير. حقيقة يعني تألمت جدا، وفي نفس اللحظة يعني فرحت جدا إنه ربنا سبحانه وتعالى اختارنا الليلة عشان نخد الفرحة لأمهاتنا ديل، ربنا يخليهم لنا. مشاعري وبرضو بخون الكلام.